نعم. أيضا من الأخبار، عرمان يدعو المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. طلب نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان طلب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا المجلس السيادي والوزراء لتكوين لجان تحقيق في أحداث بور السودان ومنطقة كجبال. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بوكالة السودان للأنباء عقب عودته من جوبا يوم الاثنين بأنهم جزء كبير من الحرية والتغيير، مبينا أنهم سيدعمون بقوة كل القرارات التي تصب في مصلحة البلاد، ورحب بمن وصفهم بالإسلاميين الشرفاء الذين قال إنهم لم يرتكبوا جرما في حق الشعب السوداني. بشر عرمان في حديثه بأن الجولات القادمة في جوبا ستصل إلى سلام وبناء السودان الجديد، وشدد في ذات الوقت على ضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية ووقف الحرب وإعطاء المظلومين في الفترات السابقة حقوقهم وأن تعود لهم وينعموا بالعيش الكريم. من جهته رحب الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس يلاب بالتغيير، مؤكدا أنهم دعاة سلام ونبذ الحرب وبناء دولة المواطنة وتحقيق العدالة في وقت دعا فيه حركات الكفاح المسلح أن تلحق بركب السلام وتحقيق الرفاهية والعدالة للشعب السوداني. عرمان في الخرطوم وفي وكالة السودان للأنباء. والله أنا أعتقد أنه يعني عرمان أحد السياسيين الآن اللي هم على السطح، يعني أنت كثير بتجدهم يعبروا عن رأي كثير جدا من الناس الذين يجلسون على الرصيف والذين يتابعون، فهو رجل عرقته التجارب ورجل مبدئي، لأنه السياسة مرات كثير المبدئية فيها ليست ذات أساس. فحديثه هم صحيح أن الجبهة الثورية هي جزء أصيل جدا جدا من قوى قحط أو من قوى الحرية والتغيير، وهي ساهمت بالنصيب الأعلى في تغيير النظام السابق، ولكن ظروف، حتى الأخ عرمان كان قد قدم إلى الخرطوم بعيد إسقاط النظام، ولكن ظروف المشهد السياسي وتحوله إلى الاهتمام بالمركز جعل الجبهة الثورية تنأى بنفسها قليلا عن البدع. ونتمنى أن عودته تكون فاتحة كما قال إلى توقيع اتفاق السلام، وحتى حديثه عن بعض القضايا التي يجب أن يفتح فيها بلاغات، الوثيقة الدستورية نصت على أنه عدم الإفلات من العقاب، بس بعد كده المؤسسة العدلية بمكوناتها وزارة العدل والقضاء والنائب العام وفقا للبلاغات يمكن أن تصفي جميع هذه القضايا.